السلام عليكم. اليوم جبت لكم خبز فرنسي، بان فرنسي. وهذا الماشينه اللي راكم تشوفوا فيها تاع الخبز، العجينه الخبز، توسي بزاف الانواع تاع توسي المعجون، طيب المعجون وطيب توسي الخبز وتوسي البيتزا. هي هذه الماشينه اللي راكم تشوفوا فيها، كاين الاخت طلبت مني اللي نوريها له في يوتيوب، راكم تشوفوا فيها. انا هذه راهي عندي ملي شريتها، نستعمل بها نطيب فيها، تعجنني درت فيها المعجون تاعها، كاين فرونسي كاين لونغلي كاين كل، يوريوها لك بلي ديتاي. راكم تشوفوا فيها هذه فيها لي ميزور، وتجي معاها هذه كيديروا لك اون كويار سوب، هذه هي، وكيديروا لك اون كويار كافي، هذه هي راهي تجي مع الماشينه. راكم تشوفوا فيها، وهاد بالماشينه كي تواسيو لي ميزور تاعها راه كلش في الكتاب. اول حاجه اللي تواسي فيها الماشينه ما لازملكش تمشيها، تواسي لا بريز ولا لا، جبدي هذاك الكيب تاعك هكذا بعد شتوبي هكذا. اول حاجه اللي تبداي بها ماشي الفرينه، تبداي بالماء هكذا، تبداي بحاجه ليكيد ولا تواسي بريوش تواسي حليب ولا اي حاجه. انا هنايا لخاطر ما نخليهاش طيب تبلي، هنا نطيبها في الفرن نورمال. نتوما ولا طيبتو فيها لازم تواسيو لها الملح تاعها هكذا. انا اليوم واسيت خبز عادي بان فرونسي، واسيت الملح يعني سيرتها بطبيعه الحال، مغرفه كبيره تاع الخميره ومغرفه صغيره تاع السكر. ها هذه في الاخر، هاكم سمعتوا الطق، ها في هذيك الوقت نغلقها ونمشيها ونركليها قسمة تاع جني. والماء اللي تواسيو فيها ما تحوسوش تقولوا سنا سخنوا ولا كيما نعجنوا هكذا باليد ولا بالبيطخة، لا لا، هذه هي اللي تسخنا، انا نواسيها غير تعجني برك. تقرا الكتاب تاعها تفهموا كل شيء. ها راهي هذا راهي دور لي شويه وتحبس باش هذاك الماء تاعي يسخن. ذوق راهي تشوفوها حبست الوليد تاعها تخمر في البول، خاطر هذه الماشينه كيف كيف تخمر، تخمر في البول تاعها. ومن بعد تحبي تطيبي فيها هذه بتريكليها بروغرام تاعها باين، تحبي تنحيها تاسيهم دي بغيوش ولا الخبز ولا اللي حبيتي في الفرن تاعك. راكم تشوفوا فيها راهي طلعت لي خمرت لي في هذه الماشينه، ها قعدت لها دقيقه وتحبس الخمارة تاعها، ومن بعد نرفدها ونستعملها في الفوغ تاعي. راهي تصفى صافي تجي، راهي كملت لي الخميرة تاعها. ها راكم تسمعوا فيها. ها انا واش ندير، ديبرونشيها ونرفد الكوب تاعي، شوف الله يبارك شحال خمرت لي. ها ونستعملها في بيزيت. ما خمرت لي العجينه في هذه الماشينه، وسيتهم دي باغيت وطيبتهم في الفوخ، وان شاء الله الاخت اللي رسلتني على هذه الماشينه راهي فهمتني وخليتكم على خير في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.